حقيقة العبودية هي الحقيقة التي من أجلها خلق الله الوجود وأوجد الدنيا والآخرة، ومن أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب وقام الصراع بين الحق والباطل والكفر والإيمان والظلمات والنور، وعلى ذلك قام سوق الجنة والنار، وافترق الناس فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. كل هذا على هذه الحقيقة، أو من أجل هذه الحقيقة. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. من أجل ذلك أرسل الرسل، من أجل عبادة الله ومن أجل الكفر بالطاغوت. وهذا هو حقيقة لا إله إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. العروة الوثقى هي لا إله إلا الله، وهي معناها لا معبود بحق إلا الله. وقد ذكرنا أن الإله أصل هذه الكلمة من وله يأله إلهة، أي من شدة التعلق والحب. كان العرب يقولون وله الفصيم، إذا اشتاق الفصيم أي غلام الناقة، إذا اشتاق لأمه وجعل يبكي ويسمع له رغاء كبكاء الصبي، فيقال هنالك وله الفصيم أي اشتاق لأمه. فالإله هو الذي تشتاق إليه القلوب وتحار فيه العقول ويأسر القلوب بمحبته، وهذا في الحقيقة لا يستحقه إلا الله تبارك وتعالى. وقد فصلنا هذا في مواضع كثيرة، أن كل من على الأرض فان، والله تبارك وتعالى خلق كل هذه المتعلقات الفانية لتظهر ربوبيته وتظهر ألوهيته، يظهر أوليته وآخريته وظهوره وباطنه تبارك وتعالى. فحين يخلق هذا الفاني يظهر بقاؤه تبارك وتعالى، أنه هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. ولذلك أوجد مخلوقات كثيرة محدودة، أنت حين تراها يتبين لك الفرق بين الخالق والمخلوق، يتبين لك الفرق بين القدير القادر وبين العاجز الضعيف الفقير، يتبين لك مجده عز وجل وهو الحميد المجيد، يتبين لك غناه. الله خلق الخلق في الحقيقة ليعرف بهذه المخلوقات، فإن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق، عظمة الصنع وإتقانه يدل على عظمة وإتقان الصانع تبارك وتعالى. فأنت حين ترى ملكوت السماوات والأرض، وكذلك لنري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فإن هذا لابد أن يورثك اليقين، يورثك اليقين بالموجد بالخالق بالصانع، وأنه حكيم وأنه عليم وأنه خبير وأنه رحيم وأنه رحمن وأنه رؤوف تبارك وتعالى. وتدرك مع ذلك الفرق بينك وبينه، فالرب رب والعبد عبد. حقيقة العبودية أن تحبه من كل قلبك، وأن تستفرغ كل قوى قلبك على محبته تبارك وتعالى، وألا تحب المتعلقات الفانية. كثير من الناس يحب الدرهم أكثر من حبه لله. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة. دي الحقيقة، وإن كان هم لا يواجهون ذلك. هو يعبد الدرهم ويعبد الدينار، هو يعبد الأشخاص الذين في حياته، يتخذهم آلهة، يسخط قضيته هو أن يرضيه حتى وإن أسخط الله، وإن أسخط الله تبارك وتعالى لا يهمه ذلك. المهم أن يرضى فلان، المهم أن يرضى الرئيس فلان، الملك فلان، رئيس العمل فلان، حتى وإن أسخط ذلك الله تبارك وتعالى. فهو لا يبحث عن مراد الرحمن ولا يجتنب
مساخط الرحمن. كثير من الناس يجهل هذه الحقيقة، أنه إذا ابتعد عن عبادة الله أنه لابد أن يعبد غير الله، سيعبد مخلوقا مثله، سيستهلك، سيستلب قلبه من أجل متعلقات ثانية، من أجل زوجته وأولاده، من أجل دكانه وصنعته ومشروعه وبرستيج وجاه وسلطان وغير ذلك. إن استنكفت أن تخدم الله عز وجل وتكون له عبدا خادما، ستكون عبدا لغيره، ستكون خادما لغيره. وحدث ولا حرج بقى عمن اختار أن يكون خادما عند المخلوقين، أن يكون خادما في علاقات مشبوهة محرمة كمان، أن يكون خادما لأشياء، أن يكون خادما بعلاقات، أن يكون خادما لمناصب ثانية. خادم حياته كلها استهلكها في عشق وحب وشغف بشيء ثاني، ويجد الذل ألوانا عجيب. منهم من يعبد الشياطين، منهم من يعبد الأصنام والأوثان، منهم من يعبد أيديولوجيات وشعارات كالديمقراطية والعلمانية والليبرالية وغير ذلك، يفني حياته من أجل هذه الأفكار الباطلة. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، إن لم تستخدم قلبك في محبة الله وهو من أجل ذلك خلق، ستستخدم هذا القلب أيضا وستعذر بذلك في محبة غير الله تبارك وتعالى. قال الشافعي: صاحبت الصوفية فلم أستفد منهم إلا كلمتين، الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك، ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. إن لم تشتغل بالحق نفسك مش هتقعد ساكتة، هتنشغل بالباطل، ستنجذب مع الجواذب الأرضية إلى الشهوات، إلى الشبهات، إلى علائق الطين المسنون. قال ابن القيم رحمه الله: فمعقد نسبة العبودية هو المحبة. يبقى احنا عايزين نعقد عقدة العبودية، نعمل ايه؟ تستفرغ وسعك في تحقيق مرتبة المحبة، أن تعيش محبا وأن تطلب أن تكون محبوبا. وليس الشأن أن تحب الله، ولكن الشأن العظيم أن يحبك الله، تكون عبدا تمشي بقدميك ذر التراب في هذا الكون، مع ذلك الله يحبك، يكون سمعك الذي تسمع به، بصرك الذي تبصر به، يدك التي تبطش بها، رجلك التي تمشي بها، تسأل تعطى، تستعيذ تعاذ وتجار، هذا هو الشأن. قال: فمعقد نسبة العبودية هو المحبة. فالعبودية معقودة بها، حتى ما تقعد عقدة كده، هي دي حقيقة العبودية، المحبة، بحيث متى انحلت المحبة انحلت العبودية، وهي روح الإيمان والمقامات والأحوال التي متى خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه. فمحبة الله تبارك وتعالى هي أعظم محبة وأجل محبة تقع في قلوب العباد، فلا أكمل من محبة الله. وليس في الوجود، حط خط بقى تحت الكلام الجيد، وليس في الوجود ما يستحق أن يحب لذاته من كل وجه إلا الله، حتى أقرب قريب كل المخلوقين، إنما حتى الصالحين والأنبياء نحبهم طاعة لله، نحبهم لله وفي الله. أما الذي يحب من كل وجه لذاته المقدسة، لذاته الكاملة، لذاته الجميلة، لذاته الجليلة التي لا نقص فيها ولا عيب ولا حتى مماثلة لكمال المخلوقين، كماله لا يشبه حتى كمال المخلوقين، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، هو الله وحده. قال: وليس في الوجود ما يستحق أن يحب لذاته من كل وجه إلا الله، فإن المخلوقين إنما نحبهم من أجل ما يتحلون به من الأوصاف، إما الأوصاف الظاهرة وإما الأوصاف الباطنة، من الكمالات القاصرة أو الكمالات المتعدية. وكل ما يحبه أهل الإيمان فإن ذلك تابع لمحبة الله عز وجل،
فهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم تبعا لمحبة الله وليس ندية. وليس ندية، لأن بعض الناس عندهم خلط في هذا الأمر. كيف يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ محبة النبي صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله تبارك وتعالى. نحن نتبعه لكي يحبنا الله، لا أننا نستغيث به وندعوه من دون الله، لا أننا نشرك به مع الله ونغالي فيه حتى نرفعه عن مقام العبودية. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ولم يصف الرب تبارك وتعالى في أعظم مواطن القرآن من مواطن الدعوة والتحدي والإسراء إلا بمقام العبودية. هذا أعظم مقام يصل إليه بشري عباد الله، وهذا هو الغاية التي من أجلها وجد الوجود كله. لذلك حين يمدحك الله بهذا المدح أنك عبد، هذا هو الشرف، سيما أن يقال عنك نعم العبد. قال: فهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم تبعا لمحبة الله، ويحبون المؤمنين ويحبون الطاعات، كل ذلك تبعا لهذه المحبة الجليلة العظيمة. والله يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. يبقى أن كانت محبة النبي المفروض تبقى أكثر من محبة الولد والوالد، كيف تكون محبة الله التي هي أصل محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: وهذه المحبة، أي محبة الله، إذا وجدت فهي حقيقة حياة القلوب وغذاء الأرواح، بل ليس للقلب لذة ولا نعيم ولا فلاح ولا حياة إلا بها. محبة ما دون الله عذاب، حتى لو كانت محبة إيه؟ حتى لو كانت محبة جبلية، زي الولد والزوج والأب والأم وغير ذلك، مخلوقين. والإنسان خلق ظلوما جهولا، لا بد أن يؤذيك، قصد أم لم يقصد. إن تعلقت به ورفعته فوق مكانة المخلوق وتوقعت منه أعظم من قدراته ستعذب. ذلك قيل: كل من تعلق بغير الله عذب به ولابد. لا ينضج القلب عباد الله إلا حين يدرك أن قلبه ومحبة قلبه لا يستحقها على الكمال إلا الله عز وجل.